السلام عليكم. شهد الشاطئ الصخري بومارشي بالجهة الغربية من مدينة جيجلامس حادث غرق ريف في بداية موسم الشتاء، وكانت ضاحية فتاة عشرينية، حيث تم انتشال هذه الأخيرة بصعوبة من وسط الأمواج بعدما شرفت على الهلاك غرقا. وذكرت مصادر متواترة بأن الضاحية تم الإخبار عن سقوطها وسط مياه الشاطئ المذكور من قبل فتاة أخرى كانت متواجدة بمكان الحادث، ما جعل عناصر الحماية المدنية تهرع إلى عين المكان، حيث تمكنت من انتشال الضاحية قبل أن تبتلع الأمواج. وحسب ذات المصادر فقد انزلقت الفتاة من فوق الصخور بعدما كانت تهم بأخذ صور تذكارية بهذا المكان.